الرئيس السيسي يزور بلجيكا للمشاركة بالدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي. الرئيس الجزائري يعلن انعقاد القمة العربية في الربع الأخير من العام الجاري. بايدن يتوعد روسيا بالعقوبات حال غزوها أوكرانيا، وبوتين يؤكد أن موسكو لا تريد الحرب. السابعة صباحاً، الخامسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 من فبراير الجاري. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والإفريقي، وذلك لتعزيز أطر الشراكة بينهما ودعم التعاون الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا. حيث تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل القمة السادسة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال القمة إلى دعم التنمية الاجتماعية والإنسانية وقضايا الصحة والتعليم في القارة الإفريقية بهدف تعزيز الاستقرار بالقارة. ولدى وصول سيادته مطار بروكسل الدولي، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة في بلجيكا وأعضاء السفارة المصرية في بروكسل. وكذا الجالية المصرية. قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان بيرجر إن القمة الأوروبية الإفريقية التي تعقد ببروكسل تهدف إلى إطلاق حزمة استثمار إفريقية أوروبية طموحة مع مراعاة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمة الصحية الحالية. وأضاف بيرجر في بيان له أن القمة ستوفر فرصة فريدة لإرساء أسس شراكة متجددة وأعمق بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، مع أعلى مشاركة سياسية قائمة على الثقة والفهم الواضح للمصالح المشتركة، وبهدف تحقيق رخاء أكبر، لافتا إلى أن القادة سيبحثون أيضا أدوات وحلول لتعزيز الاستقرار والأمن. أكد أن مصر تلعب دورا مهما في الشؤون الإفريقية، مشيرا إلى أن المشاركة النشطة للرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه في هذه القمة الرئيسية هي دليل إضافي. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدم وجود أي خلاف بين القادة العرب من أجل تنظيم القمة العربية المقبلة في الجزائر، موضحا أنها ستعقد في الثلث الأخير من العام الجاري. وخلال لقائه ممثلي الصحافة المحلية، أوضح تبون أن بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء، معربا عن أمله في أن تخرج القمة بنتائج إيجابية، لا سيما وأن العالم العربي بحاجة إليها.
أكدت جامعة الدول العربية أهمية الحوار الوطني الشامل في السودان لنجاح المرحلة الانتقالية وعقد انتخابات حرة ونزيهة بعد فترة انتقالية متفق عليها وتعديلات مقبولة للجميع على الوثيقة الدستورية. وجدد بيان الجامعة تأييدها للمساعي الحميدة التي تبذلها حاليا بعثة الأمم المتحدة بالسودان لتسهيل هذا الحوار الوطني الشامل ووقوف الجامعة العربية بقوة إلى جوار السودان من أجل لمعالجة تحديات المرحلة الحالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلم الأهلي والتنمية الديمقراطية. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تشكيل لجنة للتدقيق في كل الأموال التي منحت لتونس في شكل هبات أو قروض منذ الثورة. جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين وعدة مواضيع مثل محاربة الفساد وتطهير القضاء وتعزيز استقلاليته. سنعمل في تونس على أحداث لجنة يتولى التدقيق في الأموال التي أخذتها تونس وهي بالمليارات المليارات، ربما تعلم أكثر مني الأرقام، ولكن المليارات المليارات التي نهبت ولا نعرف أين ذهبت، نسمع بها في نشرات الأخبار ونسمع بعض الخبراء يتحدثون عن هذه القروض، أين ذهبت هذه القروض وأين ذهبت هذه الهبات. لابد من أن نعمل مع خبراء البنك العالمي ومع الخبراء التونسيين وبعد تطهير القضاء حتى تعود هذه الأموال التي نهبوها على مدى عشرات العقود إلى تونس وإلى الشعب التونسي وليس إلى أحزاب أو جهات تستعملها في الخفاء لتحقيق أغراض لم تعد خفية على الشعب التونسي. كما أكد الرئيس التونسي أن حل المجلس الأعلى للقضاء كان ضروريا لتطهير القضاء، كما شدد على أنه لا يمكن أن يبقى صامتا أمام نهب الأموال بينما لم يحرك القضاء ساكنا. اتخذت هذا القرار لأنه لا يمكن أن نطهر البلاد إلا بعد تطهير القضاء، وحتى يكون القضاء مستقلا استقلالا تاما، علما وأن القضاء وليعود إنشاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وليس هناك في الولايات المتحدة مجلس أعلى القضاء أو في بعض البلدان الأخرى، ولكن هناك الرقابة التي يمارسها الشعب في على الذين انتخبهم أو الذين اختارهم خاصة في المستوى المحلي. القضاء وظيفة وسيادة للشعب، وكل يمارس وظيفته في إطار سيادة الشعب الذي تمكنه من الاختيار الحر، الاختيار للسلطة التشريعية وللسلطة التنفيذية وللسلطة القضائية في إطار القانون. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده اعتمدت الدبلوماسية مسارا لحل الأزمة بشأن أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي أوضح بايدن أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يبقى احتمالا قائما، مشيرا إلى أنه تحدث مع نظيره الروسي خلال محادثاتهما الأخيرة لدفع مسار دبلوماسي لحل تلك الأزمة.
أنا انخرطت مع الحلفاء والشركاء بدبلوماسية غير متوقفة. تحدثت في الأيام الماضية مع بوتين من أجل أن نؤكد مسألة الدبلوماسية وأن يكون هناك فهم أنه يجب أن نتعاطى مع المخاوف الأمنية مع روسيا وأوروبا إذا كان هذا ما يريدونه. هناك مخاوف أمنية لديهم ولنا، وأنا وبوتين اتفقنا على أن فرقنا ستنخرط من أجل تحقيق هذه الأهداف مع الحلفاء في أوروبا. بالأمس تعهدت روسيا بأن تواصل الدبلوماسية وأتفق معهم. علينا أن نعطي للدبلوماسية كل فرصة للنجاح، وأعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح لتبديد مخاوفنا الأمنية. الولايات المتحدة الأمريكية وضعت على الطاولة أفكار ملموسة واقعية من أجل ضمان أمن أوروبا. نحن تحدثنا عن الشفافية وكذلك استقرار وتدابير الاستقرار ولمنع انتشار الأسلحة النووية. وأعضاء حلف شمال الأطلسي وروسيا يجب أن يتخذوا تدابير من أجل أن يتم ضمان أمننا الجماعي. وشدد بايدن على أن التدابير والعقوبات جاهزة في حال أي غزو روسي لأوكرانيا، مضيفا أنه سيتم محاسبة روسيا على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا. نحن لا نهدد الشعب الروسي، نحن لا نسعى لزعزعة استقرار روسيا. أقول للشعب الروسي، أنتم لستم عدوا لنا، وأنا لا أعتقد أنكم تريدون حربا دموية ضد أوكرانيا. دولة وشعب تتشاركون معهم الكثير من الروابط الثقافية والتاريخية. قبل 77 عاما قدم مواطنون تضحيات جنبا إلى جنب في الحرب العالمية الثانية. كان هناك حرب للضرورة، لكن إذا هاجمت روسيا أوكرانيا ستكون حربا بالاختيار من قبل روسيا. وأقول هذا ليس للاستفزاز وإنما لقول الحقيقة، لأن الحقيقة هم المساءلة والمحاسبة هم. إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا فإن الثمن الإنساني لأوكرانيا سيكون باهظا، وكذلك المصالح الاستراتيجية لروسيا ستتكبد الشيء الكثير وثمنا باهظا. لذلك نحن نقول إن العالم لن ينسى بأن روسيا اختارت الدمار غير المبرر والغزو غير المبرر، وستكون هناك جروح لن تندمل. الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها سترد بشكل متناسب، واليوم حلفاء شمال الأطلسي مصممون موحدون أكثر من أي وقت مضى، ولدينا قوة ووحدة وقدرة على الصمود من أجل أن ندافع عن قيمنا الديمقراطية المشتركة. لا يتعلق الأمر بروسيا وأوكرانيا فقط، الأمر يتعلق بالدفاع عما نؤمن به. أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا دعمهم القوي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان له أن الوزراء الأربعة اتفقوا خلال اتصال هاتفي على مواصلة التنسيق المشترك لمواجهة التهديدات الروسية ضد أوكرانيا والأمن الأوروبي، كما بحثوا العقوبات المحتملة على موسكو حال غزت كييف. حذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين من أن أي توغل عسكري روسي في أوكرانيا سيكون له تكاليف وعواقب وخيمة من خلال العقوبات الاقتصادية. وأعرب الجانبان خلال اتصال هاتفي عن مخاوفهما بشأن الإجراءات المثيرة للقلق لروسيا على الحدود الأوكرانية، وشددا على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للتوترات الحالية، وأشارا إلى التزامهما المشترك بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تريد الحرب في أوروبا، لذا لجأت إلى المفاوضات على الشواغل الأمنية مع الغرب. وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف تشولتز أن موسكو تريد حلا لمعضلة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، مشيرا إلى ضرورة الاستجابة للمخاوف الروسية وتلبية الضمانات الأمنية التي تطلبها. كما أكد أيضا بوتين سحب بعض من القوات الروسية من الحدود الأوكرانية.
بالطبع تطرقنا إلى الأوضاع الخاصة بأوكرانيا. من المعروف أن سلطات كييف تتخلى عن وتتهرب عن تنفيذ اتفاقيات مينسك و لا يتعهدون بالاتفاقيات التي تم تبنيها خلال قمم مجموعة الرباعية في برلين وباريس، ويدور الحديث عن العفو العام والوضع الخاص لدونباس والانتخابات المحلية. حتى الآن لم يتم تثبيت حتى صيغة وزير الخارجية الألماني السابق وهو الرئيس الألماني الحالي شتاين ماير، وعرض صيغته كحل وسط لتطبيق اتفاقيات مينسك فيما يتعلق بالمحاور الرئيسية. حتى الآن لم يتم تطبيق هذه الصيغة. حتى الآن يتجاهلون الدعي إلى إقامة حوار مباشر مع دونيتسك ولوغانسك، وينتهكون حقوق الإنسان ويشرعون التمييز اللغوي فيما يتعلق باستخدام اللغة الروسية في أوكرانيا. من جهته أكد المستشار الألماني أولاف تشولتس أن إعلان انسحاب قوات روسية من الحدود الأوكرانية يشكل إشارة جيدة، مؤكدا أن أي هجوم روسي على أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة، كما شدد على أن الأزمة لم تصل بعد إلى طريق مسدود، داعيا إلى العودة للحوار واستبعاد خيار الحرب. هناك الاتجاهات المتعددة للتعاون، وكما تطرقنا لقضايا الملحة جدا، وهذه الزيارة تجري في ظل الأزمة، وهي الأزمة شديدة جدا، لم نشهد مثلها على مدى عدة عقود في أوروبا، وتحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع، كما ناقشنا قضية ضمانات الأمن التي تقدمت روسيا بمقترحات من شأنها، واستمعت إلى زملائنا الروس ما تقييمهم لهذا الموضوع، ما يثير قلق لدينا هذا تمركز 100,000 جندي روسي في الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وأعتقد أنه لابد من خفض التصعيد، ومن المهم جدا الحيلولة دون نشوب الحرب. أعلنت أوكرانيا تعرض مواقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين لهجوم إلكتروني، وجاء الإعلان الصادر عن هيئة رقابة الاتصالات الأوكرانية في وقت يخيم القلق على أوكرانيا من احتمال تعرضها لهجوم عسكري تشنه روسيا التي تجري تدريبات عسكرية واسعة عند حدودها. طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحكومة الروسية بإثبات جديتها بشأن خفض التصعيد مع أوكرانيا، موضحا أن المعلومات الاستخباراتية المتاحة بشأن التحركات الروسية لا تزال غير مشجعة. وقال جونسون في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لجنة الطوارئ الأمنية الحكومية كوبرا إن موسكو ترسل إشارات متضاربة بشأن ما إذا كانت لا تزال تسعى لغزو أوكرانيا، موضحا أنه ليس بإمكان الاستخبارات الغربية حتى الآن تأكيد عودة بعض الوحدات الروسية إلى مواقعها. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 2117 حالة جديدة إيجابية بفيروس كورونا و56 حالة وفاة. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى خروج نحو 1546 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 390 ألف حالة.
أعلنت الحكومة الكندية أن المسافرين الدوليين الملقحين أصبحوا غير ملزمين باختبار كورونا الجزئي لدخول البلاد اعتبارا من 28 فبراير الجاري، ويمكنهم بدلا من ذلك إجراء اختبار سريع. وشدد وزير الصحة الكندي جان دوكلوس على أن الاختبارات السريعة يجب أن تتم من قبل معمل أو مزود خدمات لرعاية الصحة عن بعد. أعلنت الحكومة الهولندية رفع معظم القيود الصحية في البلاد يوم 25 من فبراير الحالي، وذلك بعد أن سجلت الدولة انخفاضا في حالات دخول المستشفيات. وأوضحت الصحة الهولندية أن البلاد سوف تنفتح مرة أخرى إلى أن تعود الجمعة القادم إلى ساعات الإغلاق العادية. أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن أي مخالفة جديدة يتم رصدها على الأراضي الزراعية سيتم إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف مع إزالة المخالفة فورا. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لجهود رصد التغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية. كما شدد على أن الحكومة تعمل على توحيد جهود مراقبة التغيرات المكانية التي تحدث على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار مواجهة الدولة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية. وفي ضوء حزمة القرارات الرادعة التي وافق عليها مجلس الوزراء منذ عدة أيام، كما أكد رئيس الوزراء أنه يتم بصفة يومية إجراء تصوير جوي لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية. وقعت الحكومة المصرية برنامج تعاون جديد مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ويستهدف البرنامج السنوي الجديد يستهدف تمويل قطاع البترول والسلع التموينية الأساسية والقطاعات من أجل التخفيف على المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين في ظل جائحة كورونا دون تعثر وتحقيق التنمية المستدامة. لها باع طويل وتاريخ طويل من التعاون مع البنك الإسلامي ومع مؤسسات المختلفة. طبعا كل هذه المؤسسات بتدعم رؤية الدولة وخطة الدولة في مجالات محددة. المؤسسة طبعا كان في يعني دعم هذا العام للهيئة العامة للسلع التموينية وهيئة عامة للبترول في مجال دعم توفير المخزون الاستراتيجي الأساسي، بالإضافة إلى دعم طبعا قطاع مهم جدا وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة، سواء كانت التجارة البينية بين الدول العربية في إطار مشروع FTS أو التجارة دعم التجارة في عملية رقمنة المستندات مع الدول الأفريقية. وطبعا القارة الأفريقية بالنسبة لنا قارة مهمة جدا، محتاجين نحن ندعم التجارة مع القارة الأفريقية وفي جهد كبير جدا، فده كله استكمال لرؤية الدولة ولخطط الدولة في مجالات مختلفة. سعداء الحقيقة بالتواجد في مصر لتوقيع برنامج عمل عام 2022، وهي طبعا هذه الاتفاقية الخامسة اللي بتنفذها المؤسسة في مصر. وطبعا العام الماضي كان عام مميز الحقيقة، العام الماضي كان عام استطعنا فيه بلوغ يعني نسبة تمويل عالية جدا، وصلنا إلى أكثر من 2.7 مليار دولار أمريكي لصالح جمهورية مصر العربية. والبرنامج الجديد حقيقة برنامج واعد ويتضمن قطاعات جديدة كثيرة، بيركز فيها على الشباب والمرأة، بيركز فيها على الجانب التصديري بشكل كبير أكثر، البرامج تهيئة الشباب أيضا لولوج سوق العمل. رياضيا، يواصل فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل. وقرر الجهاز الفني للفريق السفر إلى السودان اليوم الأربعاء استعدادا للقاء. كما حدد الجهاز الفني للأهلي برنامجا بدنيا واستشفائيا للاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة لتجهيزهم قبل السفر.
خسر فريق الزمالك أمام سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية. بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد الزمالك عند 19 نقطة في المركز الثاني. تعادل فريق غزل المحلة مع ضيفه المقاولون بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع التاسع لبطولة الدوري الممتاز، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 11 نقطة عفوا، بينما وصل رصيد الضيوف إلى النقطة التاسعة. تقام اليوم الأربعاء ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، يلتقي خلالها فريق فاركو مع ضيفه أنبي في الثالثة عصرا، ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف مساء، كما يلعب فيوتشر مع ضيفه البنك الأهلي في الثامنة مساء. حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا مثيرا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد في منافسات ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل هدف المباراة الوحيد النجم كليليان مبابي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وسيقام لقاء الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو في 9 مارس. فاز فريق مانشستر سيتي خارج أرضه على فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي بخماسية نظيفة في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في 9 مارس المقبل. يستضيف انتر ميلان الإيطالي فريق ليفربول الإنجليزي في 10 مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور 16، المزيد في التقرير التالي. ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو على موعد مع مواجهة نارية بين ليفربول الإنجليزي ومضيفه انتر ميلان الإيطالي في ذهاب دور 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا. ليفربول نجح في التأهل إلى ثمن النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد أن جمع 18 نقطة من الفوز في 6 مباريات. أما إنتر ميلان فقد احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وتأهل بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل وتعرض لهزيمتين. الريدز يطمح بترسانة نجومه في تحقيق اللقب الأوروبي السابع على مستوى تشامبيونز ليج في وجود النجم الدولي المصري محمد صلاح، بينما يسعى إنتر ميلان تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي إلى العودة لمنصات التتويج الأوروبية وحصد اللقب الرابع في تاريخه. وعلى المستوى المحلي يحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 24 جولة، وفي آخر مواجهاته فاز على برينلي بهدف نظيف. في المقابل يتواجد إنتر ميلان في المركز الثاني بالدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة بعد مرور 24 جولة، وقبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام ليفربول خرج بتعادل محبط أمام نابولي بهدف لكل منهما. النيراتزوري يعلم قوة منافسه، لذا سيدخل بكل قوة من أجل الاقتراب من لقبه الغائب منذ 2010، بينما سيبحث الريدز عن الفوز للتقدم خطوة نحو اللقب الأوروبي 13 على مستوى القارة الأوروبية. ومن أخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. Thank you.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يزور بلجيكا للمشاركة بالدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي. الرئيس الجزائري يعلن انعقاد القمة العربية في الربع الأخير من العام الجاري. بايدن يتوعد روسيا بالعقوبات حال غزوها أوكرانيا، وبوتين يؤكد أن موسكو لا تريد الحرب. ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.